زين بعد شخصية ما انتقامية صحيح وشريرة وجديدة، بعد ما ظهرتي اكو هواي ناس حبوا واكو هواي ناس بدأوا يقارنوك بزهراء، تنزل مقارنات ولا زهراء احسن ولا، يعني صار جدل على هذا الموضوع. شلون تعاملتي ويا هالموضوع؟ تجاهلتي وكملتي؟ لا ما جاهلت، ما جاهلت نهائيا. شلون؟ ايش سويتي؟ شوف انا بحياتي ما حد تجرأ يكتب لي حتى على الخاص مو على العام انه يتجرأ انه ينتقدني بادائي. يعني هذا اللي ينتقد لازم يكون كلش جريء. ثم هم كانوا ينتقدون شيء غير صحيح، كانوا يقولون يعني انه هي بارده بتعابيرها بسبب البوتوكس وما تقدر ترفع حواجبها. ماكو شيء؟ اكيد ماكو شيء. بس هي يعني طريقه أنا اداء، يعني اتخذت اسلوب انه احكي من غير ما ارفع الحواجب. هسه رفعتيها تمام تشتغل. بالضبط. واذا ارفع حاجب واحد. بس انا اتخذت اسلوب بوقتها انه اريد يعني ابين تعابير داخليه، اريد ابين ادواتي انه شلون انا احكي ما اضل كل شويه ارفع حواجبي. يعني ردت احكي بعيوني وبصوتي. مو فالناس شافوها انه مسويه بوتوكس، ثم حتى اذا مسويه بوتوكس شنو الغلط؟ بس تي مسويه ولا شيء صح؟ تجميلي؟ انا ما مسويه شيء بس راح اسوي. والله ايش راح اسوي؟